الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلمت اليوم مديرية أوقاف القاهرة 3 طن لتوصيلها إلى الإدارات الفرعية. تم الحمد لله اليوم وصول الدفعة الثانية من مشروع صكوك أضاحي محملة بقيمة 2 طن، وهذا استكمالا للدفعة الأولى في أقل من أسبوع. وتم توزيع الدفعة الأولى وعددها 2 طن، وتم توزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية. واليوم الثلاثاء الموافق 18/8 تم وصول الدفعة الثانية لعدد 2 طن، وذلك لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية. ونحن في هذا المقام مديرية أوقاف الوادي الجديد نتوجه بالشكر والتقدير لكل القائمين على هذا العمل، وكل عام وأنتم بخير. محمود شهيد، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل إلى مديرية أوقاف مطروح 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي، بالإضافة إلى 2 طن سابقين. مجموع ما وصل إلينا في مديرية أوقاف مطروح هو 4 أطنان من اللحوم. نحن الآن في طريقنا إلى وصلنا إلى سيوة، واحد سيوة، وإن شاء الله تعالى سنصل إلى واحد الجارة على بعد 120 كيلو من واحد سيوة، وتعتبر هذه من أبعد نقطة في محافظة مطروح. وبناء على تعليمات معالي الوزير تصل هذه اللحوم إلى مستحقيها مهما تحملنا من وعثاء السفر ومن مشقة الطريق، تصل بإكرام، وهذا هو حق المواطن المصري علينا. وإن شاء الله نحن حريصين على أن تصل هذه اللحوم إلى مستحقيها يعني بكل عزة وكرامة. هذا واجبنا وهذا ما يتحتم علينا فعله، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. ستتحول هذه الشعيرة الدينية إلى مشروع وطني على يد معالي وزير الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلت بحمد الله تعالى السيارة المحملة بلحوم صكوك أضاحي من وزارة الأوقاف المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 18/8/2020 إلى محافظة الفيوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية حسب تعليمات وزارة الأوقاف. وهذه السيارة للمرة الثالثة بحمول 3 طن. المرة الأولى كانت سيارة محملة ب2 طن، المرة الثانية سيارة محملة ب3 أطنان، المرة الثالثة وهذه هي المرة الثالثة محملة بحمولة 3 أطنان من اللحوم. وبهذا تكون الجملة الواصلة إلى مديرية أوقاف الفيوم أو محافظة الفيوم من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى للرعاية 8 أطنان من اللحوم. شكرا وكل عام وانتم بخير. خالد محمد، حملت 3 طن لحمة من البساتين إلى الفيوم إلى مسجد مصر يوم الثلاث الموافق 18/8. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت بسلامة الله إلى مقر مديرية أوقاف القليوبية اليوم الثلاثاء 18/8/2020، وتم الوصول بسلامة الله، والكمية عبارة عن 3 طن من اللحوم. سكر الوصول. يا عم بس المسافه كل واحد بينه وبين التاني 100.